إخوتي. والآن يا أيها الضيوف الكرام، عندنا موضوع هام وهو عن أكبر حقيقة في العالم يعيش كل واحد منا في هذه الحياة الدنيا، وهو يعلم بأنه مفارقها في يوم من الأيام لا محالة. ولو يعيش 100 سنة فجعلت الدنيا مزرعة للآخرة، ففاز من أطاع مولاه، وخاب وخسر من ضيع أمره وعصاه. ما الموت إلا الجنة أو النار، وليس للعبد في ذلك الوقت اختيار. فتعالوا نستمع إلى أخينا العزيز عبد الباسط من الصف الخامس للحفاظ يخبرنا كيف نستعد للآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. واعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت، وموقوفون على أعمالكم ومجزيون بها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فإنها دار بالبلاء محفوفة، وبالفناء معروفة، وبالغدر موصوفة، وكل ما فيها إلى زوال، وهي ما بين أهلها دول وسجال، لا تدوم أحوالها ولا يسلم من شر نزالها، بينما أهلها في رخاء وسرور، إذا هم منها في بلاء وغرور. أحوال مختلفة وتارات متصرفة، العيش فيها مذموم والرخاء فيها لا يدوم، وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة، ترميهم بسهامها وتقصيهم بحمامها، وكل حقه فيها محفوظ وحقه فيها مرفوض. واعلموا يا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من قد مضى، ممن كانوا أطول منكم أعمارا، وأشد منكم بطشا، وأعمر ديارا، وأبعد آثارا، فأصبحت أصواتهم هامدة وخامدة، وخامدة من بعد طول تقلبها، وأجسادهم بارية، وديارهم خالية، وآثارهم عافية، واستبدلوا بالقصور المشيدة، السرور والنمارق الممهدة، الصخور والأحجار المسندة، في القبور اللاطئة الملحدة، فمحلها مختلف، وساكنها مغترب، بين أهل عمارة موحشين، وأهل محلة متشاغلين، لا يستأنسون بالعمران، ولا يتواصلون تواصل الجيران والإخوان، على ما بينهم من قرب المكان والجوار ودنو الدار. وكيف يكون بينهم تواصل؟ وكيف يكون بينهم تواصل وقد طحنهم بكلكله البلا، واكلتهم الجنادل والثرى، واصبحوا بعد الحياه امواتا، وبعد مضاره العيش رفاتا، فجع بهم الاحباب وسكنوا التراب، وضعوا فليس لهم نياب. هيهات هيهات، كلا انها كلمه هو قائلها، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. فكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه من البلا والوحدة في دار المثوى، وارتهنتم في ذلك المرجع، وضمكم ذلك بمستودع، فكيف بكم؟ فكيف بكم لو قد علنتم الأمور، وبعثرت القبور، وحصل ما في الصدور، ووقفتم للتحصيل
الأخبار هنالك تجزى كل نفس ما كسبت ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. جعلنا الله وإياكم عاملين بكتابه متبعين لأوليائه حتى يحل لنا وإياكم دار المقامة من فضله إنه حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا جليس الخير، فقد وعظتنا عظة استفدنا بها كثيرا، جزاك الله خيرا.